هذه المحاضرة هي تعليق على المناظرة التي جرت بين الدكتور حسن الهواري وبين الصوفي محمد المنتصر الإيزيري. ونحن احتجنا للمحاضرة دي، السبب فيها أصلا لأن الدكتور الهواري ما أجاب على أكثر من 90% من الشبهات التي أوردها هذا الصوفي المدعو الإيزيري. فإحقاق للحق وإبطال للباطل، لابد أن نرد على هذه الشبهات يا جماعة. نحن اللي بهمنا في هذه المحاضرة هو الرد على شبهات هذا الصوفي أكثر من أي شيء آخر. والرد يا جماعة أصل من أصول الإسلام. تعال نورين بجاي. زي ما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الأول الصفحة 10، ذكر كلاما نفيسا عن واجب أهل العلم من السلف الصالح وكيف كانوا يسارعون بالرد على البدع وعلى أهل البدع، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. قال شيخ الإسلام مجلد الأول من مجموع الفتاوى الصفحة 10، قالوا أهل العلم المأثور عن الرسول، دل أهل العلم حقا، أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور، الكتب دي كلها اختفت يا واحد عشان بس ما اتلخبط، من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، وربنا سبحانه وتعالى يقول قبل ذلك كله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب، المناظرة كانت عن موضوع التصوف، وهل في تصوف في الدين الإسلامي ولا ما في؟ دي الخلاصة. بعد ذاك في شبهات جات متفرعة، لكن دي خلاصة المناظرة. فسألوا محمد المنتصر الإيزيري الصوفي، وده رئيس قال المجمع شنو كده، الصوفي سألوه، المزيري سألوه، قال له التصوف ده عنده دليل أو كذا، بعد ما الهواري يتكلم وده سألوه، قال الإيزيري قال: طهارة الباطن ويعبر عنها الأئمة الأربعة بإزالة هذه الأمراض. ده خلاصة كلامه، يعني خلاصة الأمراض كالكبرياء والحسد والحقد. قال: وهذه الطهارة عبر عنها بصفي صوفي، قل عنها ما شئت. ابن القيم في مدارج السالكين قال، ومحمد بن عبد الوهاب في الجزء الخامس من مجموع الرسائل أسفل الصحيفة قال، ذكر عن طهارة الباطن في أسفل الصحيفة، قال: ثم قال: كلهم يتحدثون عن التصوف، فهل هذه مدرسة باطلة؟ الكلام ده فيه كذب وتلبيس عجيب جدا. المذيع كده، بس ركز معي بالراحة، المذيع سأله عن التصوف ده عنده دليل في القرآن والسنة، يعني معنى سؤال المذيع، قام يتكلم عن تزكية النفس وطهارة الباطن
وطهارة القلوب من الكبرياء، وجاب حديث في الكبرياء مش كده، والحقد والحسد، وطوال التوف مشى غادي قال مدارج السالكين من الغي، محمد عبد الوهاب في جزء 5 أسفل الصحيفة، وابن تيمية، ديل اتكلموا عن شنو؟ ما عن التصوف قالوا بجوز، لا محمد عبد الوهاب قال الكلام ده، لا ابن القيم قال إنه التصوف بجوز، ولا ابن تيمية قال لي يجوز تبقى صوفي. وحنبين الشبهات جابوها حول ابن تيمية بعد شيء من كتب ابن تيمية. خلاص؟ إنما كلام ديل محمد عبد الوهاب وابن القيم وغيرهم كلامهم عن تزكية النفوس في أسفل الصحيفة والجزء 5 وغيره، ده الموضوع. وفي كلام حتنتصر الكلام ده ظاهر جدا، لكن حاول يلف ويدور. قام ختمة قال لي كلهم ديل بيتكلموا عن التصوف، فهل هذه مدرسة باطلة؟ هاي باطلة، وما جوزوا التصوف، كذاب والله الذي لا إله غيره. محمد عبد الوهاب مؤلف كتاب كامل، كتاب التوحيد، ليش نو؟ ما شان الشرك أن نشر الصوفية ده؟ أنت قال له عشان شنو يعني؟ وكشف الشبهات في التوحيد، يعني شنو يعني؟ شان الموضوع ده؟ وابن القيم كذلك رد على شبهات التصوف زي ما حنعرف بعد شوية في كتابه إغاثة الأفان. طيب، واحد نشوف رد ابن تيمية على الصوفية في إغاثة الأفان الجزء الأول الصفحة 147، والجزء الأول الصفحة 211، والجزء الأول الصفحة 213 في إغاثة الأفان. ابن القيم صفحة 147 الجزء الأول. طيب جيبوا زول ده، زول كذاب. الآن حتعاين عجب عجاب من الكذب اللي قالوا لذلك، حتى الكتب اللي قال منها كلها كذب، بتر الكلام وجبنا الكلام من الكتاب اللي قال منه ذاته. طيب، أول حاجة نشوف ابن القيم في صفحة 47 من إغاثة الأفان قال: فصل ما ألقاه الشيطان لجهال الصوفية. ده العنوان، هنشوف بعد ذلك تحت العنوان. قال: ومن كيده، كيد الشيطان يعني، ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات. وفي المناظرة دي تكلموا عن شنو؟ الشطح، وقال ابن تيمية بيجوزه. شوف شوف الكلام ده كيف قال: إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات. ده منو ألقى لهم؟ الشيطان. طيب، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات، وفتح أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم، ده منو ده؟ شيطان. وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها، وتصفية الأخلاق، والتجافي عما عليه أهل الدنيا، أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريق القلب وخلوه من كل شيء. ده الشيطان قال الغلوم الحاجات دي كلها، حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة التعلم، بلا واسطة التعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول، ناقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الأباطيل. شفت كيف؟ وخيله من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل، يعني دعاة التوحيد، إذا أنكروا على الصوفية الشغل ده، إذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب. ده كلام الصوفية الليلة ولا ما هو؟ نعم، من الغيم كله ينكره، وقال ده إبليس اللي عمل لهم كده. طيب، فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار. قلوب الصوفية قال ليك إبليس سلخ لهم من الكتاب، وسلخ لهم من السنة، وسلخ لهم من الآثار. تاني فضل حاجة؟ تاني في حاجة يا جماعة؟ كما ينسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات، وأوهمهم أنها من الآيات البينات، وأنها من قبل الله سبحانه وتعالى إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن، ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم، اللي هو من منو؟ من الشيطان. شفت الكلام ده كيف؟ دي بالصفحة كم؟ 147، صفحة 211،
الصفحة 211. بس اصبروا ليه الليلة لأنه دار ننتهي من الشغلة دي مرة واحدة. شفت كيف؟ طيب صفحة 211. قال ابن القيم: فصل فتنة الشيطان في القبور. طيب قال: ومن أعظم مكائده التي كاد بها أكثر الناس. ومنو ديل اللي بيعبدوا القبور وبيعظموا القبور؟ صوفية. وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته. ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه، الشيطان أوحى إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم، واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما، وعبدت مع الله تعالى. من اللي بيسووا كده؟ الصوفية، عملوا لهم الشيطان. في الصفحة رقم 214 ابن القيم قال شنو؟ ذكر بعد ذاك الأحاديث التي تلعن البناء على القبور، تلعن أصحاب البناء على القبور. في الصفحة رقم 245 ابن القيم قال شنو برضو عن أفعال الصوفية من إغاثة الأفان. قال: فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله، الميت المقبور ده. ودي أفعال من؟ ناس اللي زيرك، خليهم شفت بلاغ تاني كمان، دي أفعالهم، لأنه في التلفزيون قال تدعو غير الله. طيب قال: ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل، منو ديل؟ الصوفية. ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده، منو ديل؟ الصوفية عموما والإزيري خصوصا. في التلفزيون قال يجوز الطواف بشنو؟ بالقبر قال، وقال السجود لغير الله جائز لأنه إخوة يوسف سجدوا له، وما عرف إنه السجود كان في شريعتهم نوعين: سجود عبادة لا يجوز إلا لله، وسجود تحية يجوز للمعظمين إذا كان على غير العبادة له، ونسخ هذا الثاني وبقي سجود العبادة لله عز وجل وحده ولا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. رواه السيوطي وصححه الألباني بصحيح الجامع الصغير. قال ابن القيم: والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته. ده منو ده؟ ده يهوذاته. مش قال في التلفزيون في قناة حسين خوجلي، مش قال يجوز تقول مدد يا شيخ فلان، مدد يا فلان ويا الصلاح، مش قال الكلام ده؟ ده هو ذاته. ابن القيم بيتكلم عن دين مثل دين الإزيرك أو أقل كفرا من دين الإزيرك. طيب قال: واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع له في دنياهم وأخرتهم. قال شيخنا قدس الله روحه، دخلنا منه من الغيم؟ ها؟ دخلنا منه يا جماعة؟ أوه دخل ابن تيمية بعد دار ضرب الجماعة دي الصوفية. قال: وهذه الأمور المبتدعة، ده ابن تيمية ذاته، عند القبور مراتب. طبعا دار جايها لك تمام. عند القبور مراتب، وشوف التقسيم هنا كيف تقسيم العلماء، مش يجيبوك أي حاجة وقسموها إلى أربعة، إن أدوك فجل تقولوا قسموا إلى أربعة، شوف زول ذي اللي بيقسموا كيف. قال: أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته، دي أبعد حاجة عن الشرع، إنك تسأل الميت شنو؟ حاجته. ديوان رياض الجنة للبرعي الصفحة 119 السطر الأول، قصيدة إسماعيل بن عبد الله الولي، البرعي قال شنو؟ قال: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفان الذي قد خصه من ربه التبجيل. في ديوار رياض الجنة ونور الدجنة صفحة 119 119. طيب قال الصفحة 119، خليك سريع يا نورين، أو ده قال: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. ده الشرك اللي بيتكلم عنه ابن تيمية، وكان هذا شركا لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. قال ابن تيمية قال: أن يسأل الميت حاجته، ده أبعد حاجة عن الشرع، ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس.
قال وهؤلاء من جنس عباد الأصنام. البسوه كده بيقوا صوفية بيقوا أنصر مهدي مثلا بيقوا شيعة أي زول بيسوه كده صوفية بيسوه ولا ما بيسوه. أعظم الناس اللي بيسووا الكلام ده بالذات في بلدنا السودان هم الصوفية. طيب قال ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب. والقصة جابتها جريدة الدار القصص إنه في القبر شنو صورته ظهرت في شنو في الحيطة مش كده عنده بروجيكتر من جوا شغال ظهرت في الحيطة العاكس بتاع صورته. طيب ابن القيم بيتكلم ابن تيمية بيتكلم عن الكلام ده نقلوا عنه ابن القيم شوف الشغل ده كيف قال قال ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه دفع المنو كمان المشركين ديلك شالوا منهم يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. نجيب الصفحة 245 آخر صفحة 247 والكتاب ده أغلب بيرد على الصوفية وينقل عن شيخ ابن تيمية صفحة 247 وقالوا إذا تعلقت النفوس الناطقة ده كلام الصوفية بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. قال ابن القيم وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. فهذا قال فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم. اللي بيعبدوا القبور دي كفار وملعونين شفت كيف؟ وده حكم عام بعد ذاك المعين يحتاج لشنو؟ تفصيل. وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. لا كما قال العمرانية قال والله يا أخي السعدي ما عنده إلا كلام شوية في العقيدة. طيب السعدي تفسر القرآن وابن القيم قال القرآن من أوله لآخره عقيدة ونهي عن عبادة القبور ونهي عن الشرك. السعدي والشنقيطي فسروا شنو؟ فسروا شنو؟ القرآن كيف يكون يتكلموا شوية؟ طيب لكنه الهوى خذتها هنا وديها. طيب وكذلك في الصفحة 253 والصفحة 259 اديني 253 ده فيه كلام جميل نختم به. جيب الكتاب. طيب 253 قال ابن القيم رحمه الله تعالى شوف الكلام ده كيف بيتكلم عن الصوفية عديل قال ولقد أحسن القائل تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهي الله وأتي الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله. دل منو اللي بيرقصوا دل وبيقولوا دل الله دل منو دل فريق المريخ ولا الموردة دل الناس اللي زيرك ذاته. طيب قال وأتي الغناء فكالحمير والله انتوا يقول لكم انتوا يا جماعة أول حاجة عصبجية وقعد تشتموا ده منو يا جماعة من الغيم نقلوا عن واحد قال فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي. شوف الكلام ده كيف ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي. شفت كيف وأتي السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. وتكلموا عن شنو السكر والخمر وغيره ده كان سكران وما يعي من يقول مشكلة. ابن القيم بيرد على الصوفية بالكلام ده تقول لابن القيم مدح الصوفية يا إزيري يا كذاب
يا دجال يا زنديق زي ما حوريك بعد شوية. والله جاب لك كذب كذبته في المناظرة دي هتستغرب يا لزيرك، عشان كده انت رافض مناظرتنا. اي محل بنقول لك ناظرنا، اي محل بنقول لك ناظرنا بتابة تمشي تشوف لك حمام ميت تناظر، مش كده؟ اصبر. طيب طيب قال فانظر الى النشوان عند شرابه وانظر الى النسوان عند ملاهي. والمولد قرب، ما مصدق قال ابن الغيب، خش اي خيمه طريقه صوفيه تعجبك، نسوان شغالات سخنا غلا جيبوا الفته والرجال شغالين. طيب وانظر الى تمزيق ذا اثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي واحكم فاي الخمرتين احق بالتحريم والتاثيم عند الله. شفت كيف؟ وذكر لسه كلام قوي جدا عن بعض الناس اللي تكلموا عن التصوف وابيات شعر قويه جدا. اذا كذاب الازيري كذاب ودجال. اما النسب دخلها في الكتاب ده، اما النسب لابن القيم في مداري السالكين انه قال منزله السكر. اول حاجه المنازل دي السكر والفناء والكلام اللي بيشوفوه غريب على اكثر الناس ده، ما قال ابن القيم، ده قالوا الهروي ابو اسماعيل الهروي في كتابه ارشاد منازل السائرين، وعنده اسماء كثيره مختلفه، لكن ابن حجر في كتابه هنا اللي هو الدرر الكامنه، عليك الله امسك ليه، في الدرر الكامنه ابن حجر وصف انه الكتاب ده اسمه منازل السائرين في الصفحه رقم 244 من الجزء الثالث لابن حجر من كتاب الدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه، بيتكلم عن ترجمه ابو اسماعيل الهروي ذاته. قال ومن كتبه طرق السعادتين وبدائع الفوائد. قال لا عفوا، بيتكلم عن ابن القيم الشرح شنو؟ منازل السائرين. قال ومن كتب ابن القيم وشرح منازل السائرين اللي هو شنو يا جماعه؟ مدارج السالكين اللي هو كتاب الهرو اسمه شنو يا جماعه؟ قال منازل السائرين، وحق ابن القيم اسمه مدارج السالكين بشرح منازل السائرين. فالكلام الغريب السكر والهيام وغيره والفناء وغيره والوجه الاخري، اغلب الكلام ده اصلا كلامنا يا جماعه الهروي اصلا. طيب ابن القيم ليه شرح الكتاب ده؟ سالنا الدجال لما كنا معاه، قال ابن القيم ورط نفسه ساكت ورطنا معاه وقال له اقول لك منه. طيب الجواب شنو؟ والله قال لنا كده. الجواب شنو؟ شوف كلام العلماء، عشان لما نقول لك ده ما علماء ما يعترضوا علينا، يقول لك شتم العلماء و200 منشور في الفيسبوك، مين يونس ومين سجم رماد، كلهم هو الساكت. ده كلام العلماء، ده العلامه شيخ ربيعي حل لك المساله دي في مجموع كتب ورسائل وفتاوى فضيله الشيخ العلامه. ده العلماء، ده العلماء يا اخي، عالم همه كله ياكل شيء، ده العلماء ديل هنا، عرفتها؟ الجزء سبعه، الجزء سبعه الصفحه كم؟ شوف اسمع الكلام ده من انفس الكلام، والله انا لما لقيته فرحت فرح اعظم فرح في حياتي. اسمع الكلام ده، قال وهو بيرد على بكر بن عبد الله ابو زيد، لما بكر ابو زيد رحمه الله جاب الشبهه وانه قال يعني ابن القيم قال مشى شرح كتاب الهروي مع انه الهروي قال عنده ضلالات وكذا 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 و الى اخره، وما تكلموا في الهروي كلام كثير. قام قال شنو؟ شيخ ربيع في الصفحه 113 114 قال فابو اسماعيل كان سيفا مسلولا على المخالفين. ابو اسماعيل ده الهروي، اول حاجه شيخ ربيع ده يوريك منو الهروي، هل هو ذو الكعب؟ قال فابو اسماعيل كان سيفا مسلولا على المخالفين وجذعا في اعين المتكلمين وطوضا في السنه لا يتزلزل، وقد امتحن مرات. قال الذهبي في تذكره الحفاظ قال ابن طاهر وسمعته يقول بهرات عرضت على السيف خمس مرات. ده الهروي ذاته، لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فاقول لا اسكت. وسمعته يقول احفظ 12,000 حديث أسردها سردا. ده الهروي، شفت كيف؟ وألف الأربعين وكتاب الفاروق في الصفات وكتاب ذم الكلام أهله وكتاب تكفير الجهمية. ولقد كان هذا الرجل شيخ ربيع قال سيفا مسلولا على من هم مثل سيد قطب. ما تقدر يعتذر به على منه؟ سيد قطب. قال بعد ذاك ليه ابن القيم شرح الكتاب ده؟ كلام السكر ده ما كلام ابن القيم ذاته، وابن القيم أنكره بالمناسبة. اللي زيرك قراه وما قرا انكار ابن القيم له، عرفت كلامي؟ وحيجي بعد شويه من مدارج السالكين. قال شيخ ربيع ان اهل وحده الوجود، اسمعوا الكلام ده يا جماعه مهم، على الاقل ما تنشغل باي حاجه.
واكتب الصفحات دي، كلام ممكن ما تقدر تكتبه لانه كلام سرعه بيتطلب كده. طيب قال ان اهل وحده الوجود قد استغلوا كلام ابي اسماعيل الهروي المتشابه ووجهوه الى وحده الوجود الخبيثه، فراى ابن القيم بفهمه الثاقب وبصيرته النافذه ان هؤلاء الزنادقه قد افتروا على الهروي من جهه، وانهم ساعون في تضليل المسلمين بكلام رجل من له منزلة عظيمة عند الأمة بما له من عقيدة صحيحة دونها في كتاب الفاروق وكتاب ذم الكلام، وبما له من صراع مرير مع الأشاعرة وغيرهم ممن خالف السلف في المنهج والمعتقد. فابن القيم يوجه كلام أبي إسماعيل الهروي المتشابه توجيها صحيحا بعلم وخبرة واسعة بالكلام والمذاهب لا بالعواطف العمياء. يعني ليه شرح الكتاب ده؟ ليه ابن القيم يوجه كلامه؟ عشان قال لك يقفل الباب على منو يا جماعه؟ على الزنادقه اللي اتخذوا الالفاظ بتاعت الهروي السكر والفناء ودخلوا منها لتضليل المسلمين للكفر. قال شيخ ربيع: وهو مع كل هذا لا يترك ابا اسماعيل الهروي من وخز ونقد وعدم، ولاضرب للقارئ امثله من نقد ابن القيم اللاذع للهروي خلال 6 صفحات فقط من كتاب مدارج السالكين. اذكر لكم واحد بس، جزء واحد 147. قال ابن القيم جزء واحد 148: فرحمة الله على أبي إسماعيل الهروي فتح للزندقة باب الكفر والإلحاد فدخلوا منه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمنهم وما هو منهم، وغره سراب الفناء فظن أنه لجة في بحر المعرفة وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته فقاده قسرا إلى ما ترى. فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ يعني ابن القيم ما شرح الكلام ده عبس زي ما بيقول الدجال، لا لا لا، شرحه عشان يوريك الصح فيه والغلط، عشان يقفل الباب للزنادقة. يلا منزلة السكر القالوها دي اللي بتدل على جواز التصوف وكلام التصوف، ابن القيم هنا في مدارج السالكين الجزء 3 الصفحة رقم 364. فصل. قال صاحب المنازل، ده منو؟ ده منو يا جماعة؟ ده الهروي ولا ابن الغيم؟ الهروي ما ابن الغيم. قال صاحب المنازل: باب السكر، ده الهروي قام جاب كلامه نقله زي ما هو. قال: السكر في هذا الباب اسم يشار به إلى سقوط المتمالك في الطرب، وهذا من مقامات المحبين خاصة، فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه. ده كلام منو؟ الهروي. قال ابن القيم: وهذا المعنى، ده ابن القيم بعده، لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة ولا العارفون من السلف بالسكر أصلا بالسكر أصلا، وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين، وهو بئس الاصطلاح. وهو شنو؟ بئس الاصطلاح، بئس الاصطلاح. فإن لفظ السكر والمسكر من الألفاظ المزمومة شرعا وعقلا. رأي شنو بالكلام ده؟ لذلك كذاب ولا ما كذاب؟ مجرم ولا ما مجرم؟ جايك لسه. طيب قال: وعامة ما يستعمل في السكر المزموم الذي يمقته الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأنكر كلامنا ده قال ابن الغيم، قال كده شيخكم تقدر تقول باطل؟ باطل أنت يا عاطل، عرفت كلامي؟ طيب أما ابن تيمية شيخ الإسلام المفترى عليه الإزيري، قام ذكر له كلام في الفتاوى جزء 10 الصفحة 516-517. ده أول حاجة الكلام ذكره الإزيري، ده الجزء 10 516-517. قال: فأما المستقيمون من السالكين، ده مش القراو، كجمهور مشايخي السلف، خد تحت خط، كجمهور مشايخ السلف، خد تحت خط، مثل الفضيل بن عياط وإبراهيم بن أتهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسر السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء. من هنا خدت لي خطان لانه حقيقه راجع، انا اخشى في الخطين دي.
ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. وين ابن تيمية قال أبو صوفية؟ وين يا جماعة؟ لاقاك أنت الكلام ده؟ لاقاك؟ ده زول كذاب ودجال يا أخي، ده كذاب ودجال، عرفته؟ وديل حتى لو سموا عند بعضهم أو بعضهم سموا عند بعض بصوفية، فديل مناهيهم كانت صحيحة، وإنما سمي بعضهم عند بعض العلماء بمتصوفة. ابن الجوزي حلاه قال باعتبار زهدهم، ولم يكن عندهم شرك في المعتقد ولا أباطيل في السنة. ابن الجوزي قال في تلبس إبليس، قال الموضوع ده كان موضوع شنو يا جماعة؟ زهد. وقال بداية التصوف أصلا كانت كده. همزة في الصفحة رقم، تلبيس إبليس لابن الجوزي، الصفحة رقم 182 إلى 187. طيب قال ابن الجوزي، وده برضو ردم الصوفية ردم ذاته عجيب مرة واحدة، قال الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد. تلبيس منه؟ إبليس. ناس أتباع إبليس، جنود إبليس يكونوا صح كيف يعني؟ طيب قال المصنف الصوفية ده في الأول من جملة الزهاد، وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد، إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسموا بسمات، فاحتجنا إلى إفراد بالذكر. والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي. ده بيتين يا جماعة، في البداية كان زهد بس، زهد، ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص. أها عداك يا جماعة بيقول شنو؟ ارقصوا دي الناس اللي زيرق والبرعي والجماعة ديل، والرقص. فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يصيرونه من التزهد، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب. وما زاوية اللمين منكم ببعيد. طيب فلا بد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم، ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها، والله موفق للصواب. قال المصنف كانت النسبة في زمن رسول الله إلى الإيمان صلى الله عليه وسلم والإسلام، فيقال مسلم ومؤمن، ثم حدث اسم زاهد وعابد. ده بيحل لك أي إشكال تلقاه، مثلا الإمام فلان قال الصوفية فيهم ناس كويسين، الإمام فلان الإمام فلان، ده بيحل لك الكلام ده، كلام من الجوزي ده كله كلام كان عن الناس. يا جماعة المدح ابن الجوزي ده قال لك عن الناس شنو؟ البدو الأول كانوا زهاد ما كانوا مشركين، عرفته؟ طيب قال ثم حدث اسم زاهد وعابد، ثم نشأوا أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة، واتخذوا ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها، ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله تعالى عند بيت الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مر، فانتسبوا إليه، يقول صوفية يعني، لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله فسموا بالصوفية. وده اللي بيرجح ابن الجوزي، ونمر اثنين طوالي قال سموا بالصوفية اللي لبس الصوف، قال قدام الكلام. طيب قال ابن الجوزي في الصفحة البعدية وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة، وذكر أن هذا الكلام باطل لأنه النسبة إلى أهل الصفة صفي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال وعلى هذا كان أوائل القوم، يعني على شنو يا جماعة؟ على الزهد بس، على هذا يعني على الزهد، كان أوائل القوم. فلبس إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، ثم مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيس عليهم إلى أن تمكن، يعني إبليس، إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. فهمت الحاصل شنو أنت؟ فهمت الحاصل؟ أي كلام لعالم من علماء الزمان يقول لك الصوفية في كتاب كده كانوا ما كانوا عندهم شرك وكانوا متبعين للكتاب والسنة في كثير من السنة، كويس؟ ده اللي يتم ناس اللي زيرك، ناس البرعي، ده المحمود نور الدايم، الكباشي، المكاشفي، الركيني، لا 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 لا، ديك فهمت الحتة دي؟ عشان كده الأواري كان يقول ليه؟ خلاص هاي قول، قال أنت تابع لمعروف الكرخي؟ أنت ده في التلفزيون قلت غير الله بيخلق يا لزيرك في قناة حسين خوجة لقناة أم درمان؟ ما بيحتاج كتاب ذاته الكلام ده، وناقشوا بعد ذاك الله بيخلق براه ولا لزيرك معاه، ناقشوا بالحتة دي. طيب قال مشى، قال فما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع، لسه إبليس قال لك شغال ما وقف. ده في زمن ابن الجوزي ما لاقى البرعي، ابن الجوزي بالمناسبة لو كان لاقى البرعي كان قال شنو؟
لو كان لاقى لزيرك كان قال شنو؟ لو كان لاقى محمد عثمان المرغني، لو كان لاقى محمد عثمان عبد البرهان الذي قال أنا الحق في الدنيا، أنا الله في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، وذاك القادر ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمر الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه وإن قلت كن يكن. ده 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 بيشبه معروف الكرخي، ده بيشبه عبد القادر الجيلاني ابن تيمية، قال لك ده من أعظم الناس التزاما بالكتاب والسنة، ده بيساوي البرعي أو اللي زيرك أو غيره. طيب أمس قال حتى جعلوا لأنفسهم سننا، وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن، وجمع لهم حقائق التفسير، فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك لأصل من أصول العلم، وإنما حملوه على مذاهبهم، والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن. وذكر بعد ذلك إنه برضو تاني ألفوا لهم كتاب وألفوا كتاب وألفوا كتاب. برضو لزيري قال من شبهه في جواز التصوف، قال ذكر ذلك أبو حامد الغزالي والقشيري في رسالته القشيرية، صح ولا ما صح؟ الرد على النقطتين ديل. قال ابن الجوزي في الصفحة 187 من تلبيس إبليس، قال وجاء أبو حامد الغزالي، شوف كلام العلماء عن كتاب الغزالي وعن الغزالي ذاته في الأول، ابن القيم قال في النهاية مات على السنة، قال لكن شوف في الأول قبل ما يموت على السنة، وجاء أبو ابن تيمية قال مات على السنة، وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأوا بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه، وقال إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم أنوار هي حجب الله عز وجل، ولم يرد هذه المعروفات، وهذا من جنس كلام الباطنية. وقال في كتابه الغزالي المفصح بالأحوال إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور إلى درجات يطيق عنها نطاق النطق. قال ابن الجوزي وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والآثار وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم، وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد، وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم، ورأوا في سير السلف نوع خشونة. ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسماع والطباع تميل إليها، وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء. فهمت الكلام ده؟ ده كلام ابن الجوزي جزاه الله خير. قال أيضا في 189 وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة، وإنما لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم. وذكر طرف عن الإمام أحمد قال شنو؟ عن سر السقط، قال هو الشيخ المعروف بطيب المطعم، كأنه في الأول كان معروف إنه منهجه طيب وكذا، عشان كده ابن تيمية هنا برضه شنو مدعه في الكلام القرآن قبيل. ثم حكي للإمام أحمد أنه قال إن الله عز وجل لما خلق الحروف ألف باء تاء جيم حاء سجدت الباء، قال ده سر السقط ده، قال الله لما خلق الحروف حرف الباء ماله سجد لله، فقال الإمام أحمد نفروا الناس عنه. طيب المهم ده موضوع الكتاب الإحياء اللي قال بيمدح الصوفية، كتاب ماله يا جماعة كنصلوا الإمام منه ابن الجوزي، وقال مليان بالأحاديث الباطلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبب في ده قلة علمهم بالإسلام والسنن والآثار إلى آخره. نشوف كتاب القشيري اللي قاله هذا الرجل المبتدع الضال الإزيري. طيب الجوزي في تلبيس إبليس، طيب قال وصنف في الصفحة رقم 186 وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب الرسالة، ده اللي قاله محمد المنتصر أستاذ اللبيع على التصوف، فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرق والصح والسكر
والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطلائع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه. برضو ما له يا جماعة مكنصل كلام العلماء ما كلامنا نحن، ده الإزاري قدر الطبي على الهواري. طيب لكن ابن تيمية لما تكلم عن الصوفية عباد القبور قال شنو؟ بعدنا نشوف كلام ابن تيمية. الصوفية اللي ما بيقولوا للناس، والصوفية لا بيكروا ابن تيمية، بيقولوا مجسم وكافر. ليه؟ ما عشان الكلام اللي حنقرأ ده جزء بسيط منه. جيب الجزء 15 من مجموع الفتاوى الصفحة 49-50. صفحة كم؟ 49-50 من مجموع الفتاوى لابن تيمية عليه رحمة الله. قال: فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا، ديل منو سلان؟ صوفية. تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعباداته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء. شو الكلام ده بينطبق على منو؟ أنا بقرأ كله، أنت شو بينطبق على منو؟ ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا، يعني بالله، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. ده منو ده؟ صوفية. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع لهم من أن يدعو الله في المسجد عند السحر، ده المنو الصوفية، ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. القبة اللي هناك في جنوب الخرطوم لما الصاقعة فرتقتها والجامع جنبها ما بنوا، بنوا القبة أول حاجة، بعد ذاك رجعوا لشنو؟ للجامع. فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيم للشرك؟ وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف، كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب، مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله، ويقولون: الله غني وآلهتنا فقيرة. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عندهم ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمسة وقيام الليل. فهل هذا إلا من حال المشركين لا الموحدين؟ ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سمع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات، بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله، ديل منو؟ الصوفية. منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه، واستغاث بشيخه فأغاثه، وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه، فدعا بعض الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام، وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب. ده كلام منا يا جماعة الصوفية. حامد في مناظراته ما بقول لك الكرخي قبره الترياق المجرب، ولا ما قاعد يقول كده؟ ده كلام ابن تيمية عنهم، عن الصوفية. لسه كلام ابن تيمية عن الصوفية أخرجه من منهج السلف في جزء 4 صفحة 72. قال ده البر منهج السلف من مجموع الفتاوى، الجزء 4 صفحة شنو؟ 72. بتاع الغنى ده كان يجيبنا جوا يا أخي. طيب قال: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف. خارجين من وين؟ منهاج السلف معناته شنو؟ مبتدعة. من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكاية في هذا كثيرة معروفة، انتهى كلامه. الخارجين عن منهج السلف من منو؟ مثل منو قال؟ المتكلم والمتصوف. ده جزء 4 صفحة 72 لسه. طيب ابن تيمية الجزء 1 الصفحة 14-16، ذاك ما عنده غلاف. صفحة 14-16 تكلم عن الصوفية بالاسم عديل كده. الجزء 1 صفحة 14-16 يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال:
وهذا كان كما قال عن أهل الكتاب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنزوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما تجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، اللي هو اليهود والنصارى. كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة، ده صنف يا جماعة الأول، والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض ما لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء، إلى أن قال ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء، اللي هم الفقهاء اللي بيهتموا بالظاهر، وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون من ذين؟ الصوفية، يخرجون إلى الغفلة المزمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون في خطأ مطبعي، يجعلوا الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن. وقف الموبايل. طيب، من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة. الأول ده كان بيشبه منه بضاه منه اليهود، الثاني ده وقال ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. ده كلامه برضو عن الصوفية في الجزء الأول، كلامه عن الصوفية في الجزء 19 275 إلى 275 إلى 277. شوف ابن القيم ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول عنهم شنو، قال في صفحة رقم 275، قال ولهذا كلما قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخف، فكانت في الأقوال، ولم يكن في التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع، ديل منهم صوفية بالرقص والسماع، كما كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة، وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر. فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها في زمن التابعين وتابعيهم، بخلاف أقوال أهل البدع القولية فإنها ظهرت في عصر الصحابة والتابعين، زي الخوارج ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل. وأما بدع هؤلاء يا توم ديل الصوفية، بدع هؤلاء فأهلها أجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول. ولهذا يوجد في هؤلاء منو ديل صوفية وأشباههم من يدعي الإلهية، منو ديل الصوفية، زي ما قال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، محمد عثمان عبد البرهاني. وزي ما قال القادري أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصل الموصوف شيخ الطريقة. وزي ما قال الحلاج قال رقيت إلى الله بالسماء فقال لي من أنت؟ قلت أنا أنت. كتاب ديوان الحلاج موجود في الدار السودانية الطابق الأول جناح اللغة العربية. قال ولهذا يوجد من في هؤلاء من يدعي الإلهية والحلول والاتحاد، ومن يدعي أنه أفضل من الرسول. قال البرعي في الديوان وقائل خط بحرا زاخرا من العلوم والأنوار، وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس،
قال ومن يدعي أنه أفضل من الرسول وأنه مستغن عن الرسول. قال البرعي ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم. قال أحمد التيجاني في كتاب جوهر كتاب في مناقب جوهر المعاني وبلوغ الأماني قال أتاني رسول الله يقظة لا شنو لا مناما وأعطاني 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 وأعطاني. شفت كيف؟ وقالوا برضو أخذتم علمكم من حي عميت عميت وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت بدون الرسول ذاته بيجي من الله طوال العلم. طيب قال لهم طريقا إلى الله غير طريق الرسول. قال ابن تيمية كلام عن الصوفية هذا ليس من جنس بدع المسلمين بل هذا من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين ليسوا مسلمين يدعون أنهم أولياء الله. منو ذيل؟ منو بيقول أولياء وبيعملوا الأعمال دي بالنص بالنص اللي قاله ابن تيمية الصوفية. ابن تيمية قال لك الصوفية بالاسم عديل قال أولياء الله مع هذه الأقوال التي لا يقولها إلا من هو أكفر من اليهود والنصارى. أزيدكم ولا كفاية؟ كفاية جيب. طيب في كلام كثير والله ما أقدر أعده ذاته. طيب أيوة بعدك لذلك بعد ما نقل النقولات ودي أطول نقولات نقلها انتهينا منها. قال للهواري ابن تيمية يتكلم عن السلفية في التصوف بعد ما نقل القول الأول ذاك اللي بيناه. هل ابن تيمية شيخ أفضل؟ قام المذيع طوالي برضو خشى قال للهواري هو يقول لك إن ابن تيمية مدح التصوف. قال الهواري نعم أعرف. يا أخي تعرف شنو؟ يا أخي ما تقول الكلام ده مدح وين؟ مدح على عبد القادر الجيلاني والفضيل بن عياض ديل زي ديل؟ قال نعم أعرف. فصل. طيب يا أخي يقول ديك ما بيشبهوك يا منتصر أنت زنديق انتهى البرنامج ده. فهمت كلام أنت بتقول غير الله بيخلق ده كلام كيف؟ طيب قال نعم أعرف. دي أنا أكثر حاجة عكرت مزاجي والله إحنا ما قدر نتكلم عنه كنا أبدا. يا أخي أنت ليه تقول نعم أعرف؟ قول الله أعلم. شوف إما إنك بتعرف وابن تيمية ما قال كلامك ده كذب يا أخي ولا قال كلام اللي زيرك ولا المذيع ذاته كله كذب يا أخي وقرينا الآن واستطلنا فيه طول شديد كذب. إما أنت عارف إنه ما قال تكذب على ابن تيمية أو كذبته أنت ما قريت الكتب دي بتاع ابن تيمية فده ده كلام فارغ وكلام باطل يا ناس. انت ما ثبت الباطل يا اخي وما تجي ذاته من اصله. شوف زول ما محضر لمناظره مناظرته حرام لاهل البدع يا اخي لانه فيها اساءه للاسلام وضياع لمنهج السلف. موضوع ده يا جماعه انه لقول فصل وما هو بالهزل. ده كلام الله يا اخي كلام ده ما فيه لعب. ده كلام الله يا ناس ده دين الله ما فيه لعب ما تلعب بالدين يا اخي. طيب قام قال نعم اعرف. قال لكن امه الاسلام كلهم منعوا التصوف. ابن تيميه ما مدح التصوف وبينا كلامه. مدح ناس معينين في الاوائل كانوا ده ناس كويسين انا ده بمدحهم. دول قادر الجيلاني تمام فضيل بن عياد تمام ديل كانوا الجنيد تمام ديل كانوا تمام يا اخي. طيب وده الازارق بيقصد لك بديلك مدح ديلك الان ينزلوا على مدح منو؟ البرعي والجماعه ديل البدعه للشرك وعباده القبور وعباده الاوثان من دون الله يا اخي. بيقصد لك ديل تقول لي نعم اعرف. طيب قال نعم اعرف شغل التسجيل نعم اعرف كتبته انا باللفظ بالحرف. طيب بعد ذاك الإزاري قال شنو؟ قال في عبارة أرويها قال بإسنادي أنا إلى الإمام مالك والهواري ما علق على الحتة دي. الإزاري يروي للإمام مالك. الإزاري محمد منتصر الإزاري يروي للإمام مالك. قال حدثني أبو الشيخ منو كده ابن الزين ده مجروح مبتدع ضال وانت اكعب منه. لا ما مجهول مش تابعين له ضل ضلوا كلهم مبتدعه ما فينا ولا واحد نافع ما في. قال الى الامام مالك قال ولا واحد في الناس لحد ما وصلوا الامام مالك ديل واحد نافع ما في الصوفيه ديل واحد نافع ما في. قال ارويها باسنادي الى الامام مالك ولم يعلق الهواري ايضا. عباره شنو؟ من تصوف ولم شنو؟ يتفقه فقد تزندق وما اعرف شنو. اول حاجه دي جابها من وين الازيرق؟ ده ما كلم الامام مالك. الازيرق نقلها من النصره العلميه الصفحه 60. يا ناس غنات اس 84 24 جيبونا معاهم جيبوا كلهم جيبوا كلهم جيبوا مجيبنا ان شاء الله تعالى تشوفوا شعاع فيه الحاصل. ها ضرب لي المذيع ثاني يوم قال لي يا اخ دايرنك
في برنامج بإس 24 ذات تنصح الوزير والوزير جايبينه، أنا تجيب لي أخرج على الحاكم وتجيب الناس ذيك في عقائد الشرك والتوحيد؟ قلت له ما بجوز حرام، لكن أنا جاهز تجيب لي لزيرك، تجيب حامد، تجيب البرعي. طيب ودي رسالة، كلامنا ده بيصلوا إن شاء الله، دي رسالة لإس 24، إس 42، 104، النيل الأزرق، الأبيض، الأحمر، أم درمان، حسين خوجلي، عش، كلهم نحن جاهزين للصوفية. هل أنتوا ناس القنوات مستعدين تجيبونا؟ هل أنتوا مستعدين لكلامنا؟ مستعدين؟ مستعدين؟ أنت ما شفت الشافعي؟ الذهبي نقل عنه قال، قال إذا ناظر الشافعي أحدا كأنه أسد يأكلك. أنت كلام أنت؟ طيب صفحة 60 قال من تصوف ولم يتفقه، ده منو ده؟ ده عبد المحمود نور الدايم، ما في أي سند، نور الدايم ذاته ما جاب سند، وجبت لك نور الدايم ذاته جابه من وين؟ وده قاعد. طيب قال من تصوف، قال ومنه قول إمام دار الهجرة سيدنا مالك قال ابن أنس رواه منه الله أعلم، قال من تصوف ولم يتفقه فقد تزنده، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسخ، ومن جمع بينهما فقد تحققه. تعد قال راجع قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق المغربي القاعدة الرابعة، جيب أنا ذاته جبتها، ده الكتاب ذاته، ده في الصفحة رقم 6 القاعدة الرابعة فعلا، وهنا الطبعة الصفحة رقم 6، صفحة رقم 7 عفوا، قاعدة رقم 4. ده زروق مين المالك ده؟ وده ذاته صوفي. قال ومنه قول مالك من تصوف ولم يتفقه فقد تزنده، ومن تفقه ولم يتفسخ انت عقل، ده الكلام ما في اي اسناد، وده ذاته ده النجر الفكره دي، ده الاول من نجرها في الكتب المرصوصه اللي جابوها ناس اللي زيرك، ده ذاته ما عنده اسناد، بس جابها كده وبقى مارك طوالي، قال نقطه وقفل الغوص ومشى لقدام. شفت كيف؟ وده نفسه قال الصوفيه ما عندها تعريف، وذاته في الصفحه اللي قبليها رقم 6 وذاته قال وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين تعريف. ألفين تعريف يبقى نافع التصوف؟ ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدار تعرف إنه الحاجة دي من الله ولا من الله لما تلقى فيها اختلاف، لكن اختلافيته كثير، ده دليل قال لك على إنه ما من عند الله سبحانه وتعالى كما تفيد الآية. قال نحو الألفين، ألفين تعريف في الصفحة رقم 6. طيب فده ده كلام باطل ما صحيح. والهواري لما جاب لها اسانيد ده ابطل له، وده جاب اسناد منه عني انا اللي زيرك شيخي محمد الزين ولا منو ما عارف شيخنا مين ود منو 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 الامام مالك، الهواري ما علق، انا ما فاهم الحاصل شنو الله اعلم. طيب طيب في بعد ذاك اللي زيرك قال الجنيد قال طريقنا مقيد بالكتاب والسنه، اي الجنيد قال كده، ده طريق الجنيد، طريقك انت مقيد بالشرك والكفر، ده موضوع ما داروا كثر الكلام. بعد ده قام كذب، ودي كذبوها اثنين، واحد قاعد اسمه مين؟ عبد الله، محمد عبد الله صوفي، قاعد جنب ناس انصار السنه اللي كانوا قاعدين في الكراسي مشجعين، واحد كده سنونه مكسر اسمه قاعد قدام يا اخي، قاعد قدام، قاعد قدام، قال قال ابن مفلح في الاداب الشرعيه نقل على الامام احمد سالوه عن صوفيه قاعدين في الجامع، مذكرين الكلام ده؟ وقال له العلم، قال العلم اجلسه، هي اصلا العلم هو بيسال، والاثر ذاته باطل، وابن مفلح نقل وقال ده باطل، لذلك قالوا ما قرا السطر اللي بعديه، جيب ابن مفلح هو ده. طيب قام قام شنو؟ قام قال قال الامام احمد في النهايه قال له شنو؟ قال له لا اعلم على وجه الارض اقواما خيرا منهم، صح ولا ما صح؟ صحيح. الهواري ما علم يا ناس الحظ شنو؟ ده ذاته الكتاب، ده قالوا من راسه القاعد الصوفي القاعد برا، الازاري قام فتح شنو؟ الكتاب قراه ميل كده قراه نشوف ميل ليه ذاته. طيب شوف الكلام ده، النازل بيكذب وكذب والله كذب عجيب مره واحده، فاتح فيني بلاغ برضه من النقاط قال انا قلت كذاب، دي ادله مضافه معي مناظرتك دي. طيب قال في الصفحه رقم 322 من كتاب، الكتاب ذاته القرا الاداب الشرعيه لابن مفلح، شفت كيف؟ ونفس المجلد الثاني قال وذكر الحافظ ابن الاخضر فيما روي عن احمد، دي الرؤيه دي ما قرا لو انت صيغه شنو؟ تمريض، تمريض ما قرا بس قرا طوالي جوا الكلام. في ترجمه ابراهيم بن عبد الله القلانسي قال قيل لاحمد ابن حنبل ان الصوفيه يجلسون في المساجد بلا علم على سبيل التوكل، قال العلم اجلسه؟ سؤال، مش قال العلم اجلسه،
العلم، ودي في مادة هنا ممكن يركب فيها لزيرك ذاته، العلم أجلسهم فقال ليس مرادهم من الدنيا إلا كسرة خبز وخرقة، فقال لا أعلم على وجه الأرض أقواما أفضل منهم، قيل إنهم يستمعون ويتواجدون يرقصوا، قال دعوهم يفرعون مع الله تعالى ساعة، قيل فمنهم من يخشى عليه ومنهم من يموت، فقال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أها السطر البعدي طوالي مباشرة ابن مفلح حجاب الأسر قاشره قال وكذا روي هذه الرواية والمعروف خلاف هذا عنه. عمنو على الإمام أحمد بن حنبل. انتهى البرنامج. طيب يا ناس اس 24 جيبونا عليكم الله جيبونا مع اللي زيرك بس جيبوا حي جيبوا لنا جوينا. طيب قال ابن تيمية كان قادر الطريقة الهواري ما علق في شنو يا جماعة. طيب ما علق ابن تيمية قادر الطريقة دي طبعا ما فتح كتاب لابن تيمية صح ولا ما صح ولا لابن الغيم تلميذ ولا ابن كثير ولا واحد من تلاميذه قال من راسه جابه من وين من النصرة العلمية ارفع في الصفحة رقم 115 116 انت قالهم بيقروا كتاب ابن تيمية ناس اللي زيرك كان لو قروها كان اتعدلوا كان بيقوا موحدين الان لو قروها بإذن الله عز وجل الناس اللي بيقروا كتاب ده واحد ثاني اسمه علوي المالك محمد علوي بن علوي الحسني المالك هم اثنين والاثنين صوفية واحد ثالث اسمه السقاف واحد رابع اسمه الكوسري انتهت القضية. طيب ده من كتبهم النصرة العلمية صفحة 115 116 يعني اللي زيرك ما مجدد يعني مترس اي مترس صفحة 115 116 قال ده منو ده عبد المحمود نور الدائي في النصرة العلمية قال سند ابن تيمية في الطريقة القادرية وجاب له سند عن ناس مجاهيل ناس ملقطين ملقطهم مين كده ما بعرفه تارك الحبشي ومين ما بعرفه شنو ما عارف ليك انا ما وجدتهم في احد من كتب الرجال ابدا ومين والرواية ذات الباطلة دي ما فيها ابن تيمية قال كان شنو صوفي قادري بعد ذاك قال ثاني من الادلة انه ابن تيمية قادري قال شرحه لكتاب في فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ولذلك في المناظرة ذاته قال لأنه هو قادري قال من الأدلة أنه قادري قال لأنه تأول شطحات عبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني قادر الطريقة. طيب هل عبد القادر الجيلاني ذاته عمل طريقه؟ ما عمل يا ناس دايما مشايخ السلف زي ما قال ابن تيمية قبيل قريناه من كتابه مجموع الفتاوى عرفته؟ بعد ما ماتوا بسنين طويلة جو صوفية تمسكوا به وعبدوه من دون الله وجعلوه إلها زورا وبهتانا مع الله سبحانه وتعالى ده الموضوع كله. فعبد القادر ذاته ما كان قادري ولا كان صوفي أصلا عنده شركيات وعنده بدع وعنده كفريات زي ناس اللي زيرق والبرع والمكاشفي وغيرهم. أما الكتاب فتوح الغيب ده شرحه كتاب جميل موجود الآن في المكتبات مطبوع شفته في مكتبتهم درمان البسطة وغيرها كتاب جميل جدا من الغيم شرح فيه شنو كتاب بتاع زول من السلف في حاجة هنا ما في حاجة. فالزول ده قام جاب الكلام ده من هنا وجاب كلام كثير جدا كله فارغ وكله باطل في الصفحه 115 116. طيب قام دخل مداخل اللي هو الزول البر ذاك اسمه محمد عبد الله ولا شنو صوفي دخل قام قال ثلاثه حاجات كلها كذب. قال نمره واحد لم يعرف ما قال لي انتوا بتقولوا الصوفيه يا الهواري ما في الاسم ده في زمن الرسول. قال له طيب في زمن الرسول لم يعرف لفظ فقيه ولا قاضي ولا لفظ سلف دلالة على أنه لا مشاحة في شنو؟ في الاصطلاح صح ولا ما صح؟ قال الكلام ده دلالة على أنه لا مشاحة في الاصطلاح. طيب لفظ فقيه نشوف وردت في عهد الرسول ولا ما وردت ونشوف الصوفي ده جاهل وراسه قرعوبة ولا ما قرعوبة جاء في صحيح جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه في سننه من رواية أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا بس لفظة فقيد ذاته نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه دي الرواية غير شنو فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه انتهى الحديث. لفظ قاضي وردت عند أبي يعلى في مسنده وهي عند السيوطي في الجامع الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر
وأصدقهم حياة، هكذا مكتوب بالتاء في النسخة اللي جيتها، عثمان، وأقضاهم علي، وأقرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي. فقال عن علي شنو؟ قال عن علي شنو؟ أقضاهم. من القضاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، خلاص، وأربعة في رواية، قاضيان في النار وقاضيان في الجنة إلى آخره من الحديث الصحيح. لفظ سلف، قال قال الزول ده العامل فيها بحاكي لزيرك، ضعف الطالب والمطلوب، عرفت كلامي؟ رواه البخاري ورواه مسلم برقم 2450، 2450 ده صحيح مسلم وشرح النووي عليه، 2450. هل لفظ السلف دي وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وردت يا صوفية ويا إزيرك ويا تلاميذ الإزيرك؟ طيب، حديث عن عائشة طويل جدا، قال فاتق الله وأصبري، يتكلم مع ابنته فاطمة، فإنه نعم السلف أنا لك. السلف يعني شنو ذاته؟ قال النووي بالشرح، والسلف هو المتقدم. السلف هو شنو يا جماعة؟ المتقدم والماضي. عشان كده احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف، لكن يا تو الصالح، يعني السلف الماضي، لكن منو فيه؟ الصالحين اللي هم منو؟ سادتهم منو؟ الصحابة وشنو؟ والتابعين وتابع التابعين. يبقى نحن ما جبنا بدعة، جيب كتاب ابن منظور لسان العرب في لفظ السلف، الجزء 6، خلاص؟ لا أنا أظن ما جبته، لكن دي تكفي التي ذكرها مسلم في الصحيح. الإزيري قام كذب ثاني، قال شنو؟ قال بن باز كفر ابن عمر وبلال بن الحارث، مش كده؟ وأدى الكتاب للهواري. لا، مش المصيبة في قال لي أقرأ، المصيبة إنه قال لي قريته، الهواري قال شنو؟ قال نعم قريته وما رده، معناته بن باز كفر ابن عمر، وبن باز كفر من يا جماعة؟ الصحابي بلال بن الحارث، ولا ما هو كده؟ كونك تفتح الكتاب ويقول لك قريته، والزول ده بن باز كفر الصحابة، وتقول لي أي قريته، تكفل وتخطه؟ يا جماعة الكلام ده يعني شنو؟ ما في شنو الحاصل شنو؟ ده بيذكرني الموضوع، ده بيذكرني الموضوع يا شيخنا، سحر وين؟ شوف يا شيخنا، زول لو نجيد موحد تمام، فهمت كلامي انت، واراد ان ينصر الله ودين رسول الله، لا في سحر بيمشي فيه، لا في شيطان بيمشي فيه، لا في جن بيمشي فيه. لانه ابن تيميه نقل عن خالد بن الوليد، جاء اليهودي بكوز بتاع السم في المعركه، قال له توكل على ربك واشرب السم، شربه ليحس الباقي، انتهى الموضوع. فهمت كلامي ولا انت ما فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ وليقول الهواري انا عملوا لي سحر النرغليو، يرجع تاني يناظر ماله، لو اصلا داري يناظر يعني. طيب، وبعدين جاي مناظر المفروض يقول الاسكار يعني، وما عارف الصوفيه بتاع سحر ولا دي برضه ما عارفه. طيب، الكتاب، جيبوا كتاب، الكتاب بتاع صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، هون ده الكتاب، كيف ما جبناه يا اخي؟ ده الكتاب، ده الكتاب ذاته نفس الصفحة اللي فتحها له واللي زيرك، وده تعليق بن باز، ده فتح الباري بتعليق بن باز، وخرج محب الدين الخطيب إلى آخره. طيب، الأثر اللي جابه فوق، جاب أثر، وده ما الموضوع، الموضوع في كلام بن باز، موضوع في كلام بن باز. بن باز قال هذا الأثر، شوف بن باز كفر الصحابة ولا ما كفر الصحابة؟ ده الهواري قال قراو، وثبت معلومة انه رضي امامه، ما ده قال لي كفر الصحابة، قال لي قريته وتأكدت، قال قريته وقبل الكتاب غتاو. طيب، قال بن باز هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء. ما الأثر في واحد جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى به في قبره كده، ده الأثر على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ده ما صحابي، بن باز ما بيتكلم عن الصحابي، انت كلام انت، بيتكلم عن السائل ده اللي هو مجهول اصلا، ما بيتكلم عن بلال بن الحارث، وحيوضح لك بن باز الكلام ده انه كلامه في السائل المجهول، وبيعتذر يقول لك الصحابه لا يمكن اصلا يسووا كده ذاته، كيف يكون قال مشركين؟ قال بن باز لان السائل مجهول، ولان عمل الصحابه رضي الله عنهم على خلافه، وهم اعلم الناس بالشرع. ده الكلام اللي قال قريته الهواري، شوف الكلام ده كيف قال، وهم أعلم الناس بالشرع
ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقية ولا غيرها. يعني من باس وبرد ذاته على مثل هذا الكلام. الإزارق يغشك يقول لك ده من باس كفر الصحابة وتقول هاي قريته يا أخي، قول الله أعلم، قول أي حال نلقى لك فيها مخارجة. طيب قال والله يا جماعة ما قصدنا نشفي من زول والذي لا رب سواه، زي ما قال من الجوزي هنا، قال ما قصدنا قصد الرد إنه نشفع من زول. عليك الله جيبه، جبت البس إبليس أقرأ لك كلام متين في نفس النقطة دي. ما قصدنا نشفع من الهواري ولا غيره يا جماعة، في الصفحة 191-191 من تلبيس إبليس، وأصل لك كلام بن باس. طيب قال ابن الجوزي، طيب قال ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم الصوفية، والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها، والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم. وما زال العلماء، ده العلم، ده العلم، ما تقول لي رئيس شنو رئيس شنو، ده العلم. ناس بيقولوا الحق يدافع عن الصحابة، يدافع عن الله، يدافع عن رسول الله، يدافع عن العلماء، يدافع عن ابن تيمية، تقول أي قريته، قول ما عارفه، قول ما فهمته، ده مخرج بالمناسبة، قول أنا ما فهمته ده مخرج، لكن تقول قريته ده ما مخرج، لأنك ثبتت التهمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بذلك أمانة العلم، وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط، ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به، لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من أولياء من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات، فلا تمنع منزلته ببيان زلله. واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الإلهية، ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام، ده بيتكلم عن الناس اللي بيقدسوا المشايخ والبشر، وأنه لا يقوم المسيح ذاته إلا بالطعام لم يعطه إلا ما يستحقه. ونقل بعد ذلك كلام سفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فقالوا جميعا يبين أمره. ده دين يا جماعة، لكن ديك الحزبيين بيقولوا الرد على أهل البدع شنو؟ قلة أدب وجرح وجماعة الجرح والتجريح. يهودا الحصل، يهودا الحصل. طيب قال ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر، ده يوريك بن باز إنه الصحابة ما سووا كده، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل، ده مجهول، ده ما صحابي، هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك. ودي الجزئية جعل محمد المنتصر إنه في شنو؟ في صحابي، ودي ما كانت في صحابي، كانت في الرجل المجهول، وإن باز يعتذر لك للصحابة ذاته، ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية السيف المذكورة بلال بن الحارث اللي هو صحابي يعني، ففي صحة ذلك نظر. كلامي ذا كله قال لك معنى الصحابي بلال بن الحارث عن الرجل المجهول، والصحابة ما سووا كده. أما الرواية إنه الرجل ده كان بلال بن الحارث، قال لك الرواية دي ما لا فيها نظر، ضعيفة ابن باز، وده تعبير بعبر به ابن باز دائما، ففي صحة ذلك نظر. ولم يذكر الشارح سنة سيف في ذلك، قال لي حتى ما جاءت بشنو يا جماعة بإسناد. وعلى تقدير صحتي عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، وهو أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم، والله أعلم. ده كلامنا يا جماعة، كلام بن باز عليه رحمة الله، ده في الصفحة 575 تحت الحديث رقم 108 إلى الحديث 108 إلى 110، ذكر هذا الكلام في شرح هذا الباب، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط. طيب شوف الكلام ده، ابن حجر برضو، شوف الكلام ده، ابن حجر يتكلم كم كلام تاني فيها زيادة فايدة. قال وقد روى سيف في الفتوح، دي الرواية ضعفها بن باز بتاع السيف، أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. يلا كلام ابن حجر ذاته شنو؟ قال وظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة أيضا، والله الموفق، انتهى كلامه. الترجمة شنو بتاعت الباب؟ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. الناس
يجل الإمام والحاكم يسأل الاستسقاء. ما معنى سؤال الاستسقاء؟ وما معنى الاستسقاء؟ لغة طلب السقيا، طلب سقيا الماء من الغير للنفس أو للغير، وإصطلاحا شنو؟ طلب السقيا من الله على وجه مخصوص. إذا سؤال الناس الإمام الاستسقاء، يعني الناس يسألوا الإمام إنه يطلب لهم السقيا من منى يا جماعة؟ من الله. إذا كلام ابن حجر سيف إنه قال بلال بن الحارث هو الذي رأى المنام وهو أحد الصحابة، قال ده ظهر به مناسبة الترجمة إنه الصحابي ده ما له يا جماعة؟ الرؤية الرآها دي إنه جاء لمنو يا جماعة؟ يمشي لمنو؟ يمشي لعمر، لأنه هذه الرواية جابها تحت. فأتى الرجل في المنام فقيل له إيتي عمر، يعني أمشي لعمر يدعو لك منو يا جماعة؟ يدعو لك الله. وينون كفروا الصحابة، وينو جعلوا الصحابة مشركين. لا ابن باز قال، لا ابن حجر العسقلاني قال، والكلام رد على الإزيري، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب، والإزيري كذاب ودجال يكذب على العلماء ويكذب على الله ورسوله، زي ما قال دعاء غير الله يجوز، وقال غير الله يخلق، وقال غيره. طيب، الإزيري الثاني قال الشافعي صوفي، قال ذكره الذهبي، ده الزول المعاودك هاي، قال الشافعي صوفي وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. جيب سير أعلام النبلاء الجزء 8. الجزء 8 سير أعلام النبلاء. طيب، في الصفحة رقم 389 390 404، دي ترجمة الإمام الشافعي عند الذهبي، وده كتاب سير أعلام النبلاء ذاته. طيب، هل الشافعي كان منهج صوفي؟ ما قال صوفي، إنما ذكر إنه منهج سلفي، ونقاشه كله كان بمنهج السلف. شوف هنا الشافعي في صفحة 389 ناقش بشر المريزي، فقال الشافعي لبشر أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة، ووجدت السلف ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ ووجدت عن منه؟ قال لي منهجك ذا كتاب وسنة وكذا، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه، بس ركوب الرأس كده، لا كتاب لا سنة لا فهم السلف، بس ما بنقدر نخالف. فقال الشافعي أقررت بنفسك على الخطأ، كونك قلت ما متابع السلف أنت على شنو؟ الخطأ. فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس وتترك هذا؟ قال لنا نهمة فيه، في الباطل القول به خلق القرآن وغيره وغيره وغيره. فلما خرج بشر قال الشافعي عن بشر لا يفلح، قال الزول ما بيفلح. وقال الشافعي ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال المزني سألت الشافعية عن مسألة من الكلام فقال سألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. شفت كيف؟ وصفحة 390 برضو الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، وده هو منهج الصوفية الآن ذاته، قال يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر، ثم ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي قال الشافعي مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالصياط. نحن برضه جماعة الجرح والتجريح شافعي، أجلدوا الصوفية ذيل، لكن يجلدهم الحاكم ما نحن. طيب، تقنيع رؤوسهم بالصياط وتشريدهم في البلاد. يا سلام يا أخ، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الصفحة 404 شافعي تكلم عن منهج التصوف، لا أحمد بن حنبل هنا كمان، لأنه قالوا أحمد بن حنبل برضه صوفي. طيب، قال ما ترى، سألت أحمد محمد بن مسلم بن وارة، سألت أحمد بن حنبل ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين، أهي أحب إليك أو التي بمصر؟ قال عليك بالكتب التي عملها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك. وقلت لأحمد ما ترى لي من الكتب أنظر فيه، رأي مالك أو الثوري أو الأوزاعي؟ فقال لي قولا أجلهم أن أذكره، يعني كلهم محترمين، وقال عليك بالشافعي فإنه أكثرهم صوابا وأتبعهم للآثار. فهل يكون صوفي؟ هل يكون صوفي يدعو القبة؟ دي شهادة أحمد لمن يا جماعة؟ للشافعي رحمه الله. خلاص. وسمعت، قال أبو بكر الصومعي سمعت أحمد بن حنبل يقول
عن الشافعي صاحب حديث قال، يعني عن الناس اللي بيقروا كتب الشافعي، قال صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي. دول من أهل الحديث ما يستطيع يشبع من كتب شنو ما الشافعي، لأنه الشافعي من أهل الحديث مش كان صوفي، وده كله كذب من الصوفي ده وأتباعه الأفراخ بتعنوا ذلك الضب. يا أخي الشافعي جاء زي ما نقل في مقدمة رد الدارمي على بشر المريسي، في المقدمة ذكر صاحب المقدمة إنه الشافعي جاء بيت مع بشر المريسي، لأنه بشر المريسي في الأول بدعته ما كانت ظاهرة زي سيد قطب في الأول، شايف تلقى بعض العلماء في الأول زكوا سيد قطب بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك بدعوه، فما كان ظاهر. أحمد بن حنبل جاء بيت مع الشافعي، جاء بيت مع بشر المريسي في البيت، يبقى السلف ديل كانوا كيف. فقام أمه أم المريسي لقت أحمد بن حنبل في البيت، قالت له أم لقت الشافعي في البيت، قالت لي ما الذي أتى بك يا بنية إلى ابني هذا؟ قال أبتغي العلم، قالت إن ابني زنديق. ده برا قالت لي برا جوك. أي دي من جماعة الجرح. طيب قال اتحداه في مقدمة كتاب الدارمي بتعرض على بشر المريسي موجود معي هنا. طيب أنا بقدر أختصر باقي الكلام البسيط الفضل ده. قام الأجاري قال اتحدى الهواري يجيب لي كلام عن ابن حجر عن الصوفية. أيوة فتح الباري، فتح الباري تحت الحديث رقم 122 برضو ما جاوب الدكتور هواري، ما جاوب. لا لا خليه كذيم. والله إحنا ما جينا نشمت يا جماعة، جينا نبين الحق. وأخواننا ذيل ذاتهم، أخواننا ذيل ذاتهم نحسبهم فرحانين للحق. طيب ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول، أيوة بيتكلم عن الحديث بتاع الخضر وكذا، وبيتكلم عن الناس اللي قالوا قصة الخضر دي دليل على إنه في علم ظاهر وعلم باطن وعلم شريعة وحقيقة إلى نحو ذلك من المعاني. سماهم شنو؟ ومنو بيتكلم؟ بيقولوا الكلام ده منو الليلة؟ منو ديل؟ اللي زيرك ذاته في التلفزيون أنا سمعته يتكلم الكلام إنه الدليل على إنه الشطح يفعل أفعال خارقة للعادة وإنه في علم باطن وعلم ظاهر وحقيقة وشريعة، قصة منو؟ الخضر. يلا ابن حجر سمى ديل شنو؟ أريته لو قال صوفية ساكت. قال ابن حجر ذهب قوم من الزنادقة، من شنو؟ الزنادقة، إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر إن الأحكام الشرعية العامة تختص بال إن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص. من اللي بيقولوا كده يا ناس؟ الصوفية. داير دليل؟ جيب كتاب النصر العلمية لأهل الطرق الصوفية لعبد المحمود الرداي، ذكر نفس الكلام بس خليه تلقاه جوا هنا. طيب إذا احتجت دليل قال وهو ده كلام في برا هنا بالساحة، صح ولا ما صح؟ ده يستدلالهم. ابن حجر قال ده الزنادقة اللي بيقولوا كلام، وابن تيمية قال كفار برضه هنا. طيب قال فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوي عن الأقدار، ده كلامهم، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى، ويؤيد الحديث المشهور استفتي قبلك قلبك وإن أفتوك. قال القرطبي، نقل لك كلام الصوفية والحديث اللي بيجيبوه شبهة، قال لك الرد. قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول،
فهو كافر يقتل ولا يستتاب. أها ابن حجر ما تكلم عنكم يا لزيرك، يتكلم عنك تحديدا يا لزيرك، لأنه ده منهجك، عن منهجك يعني تحديدا، عرفت كلامي؟ والبرعي وكل الصوفية الموجودة الليلة ده منهجهم، علم الباطن وعلم الظاهر من قادرية وسمانية وتجانية وختمية وركينية و من كل الطرق الشيطانية الصوفية. قال فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة، لأنه من قال إلى أن قال وقال 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 ابن حجر. طيب بعد ذاك الإزيري قال الهواري، دكتور الهواري بقوله سنة سيئة يتهم، قال ده اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. ما رد طبعا الدكتور الهواري، فنرد على هذه الشبهة بحول الله وقوته وفضل من الله سبحانه وتعالى. أول حاجة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما الرجل جاب الصدقة قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الدكتور الهواري رد على مسألة إنه الإسلام ما فيه سنة ما فيه بدعة حسنة بهذا الحديث، ووفق بهذا الرد تحديدا، خلاص وفق فيه. لكن الإزيرك جاب له شبهة ودي ما رد على الدكتور الهواري، قال له طيب سنة سيئة دي هذه كيف؟ وكلامك ده يعد اتهام للرسول، ملفة ودور وجات له والشغلة، والدكتور الهواري ما رد على النقطة دي. سنة في الحديث في الجزئيتين، سنة لغة، من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة هنا لغة، لغة لأن السنة في اللغة هي شنو؟ السيرة والطريقة، السيرة والطريقة. ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب الصفحة الجزء 6 الصفحة 399 وقبلية وبعدية تقريبا، قال والسنة يعني في اللغة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد ابن عتبة الهذلي فلا تجزعن من سيرة أنت سيرتها فأول راض سنة من يسيرها. استدل له بشعر جاهلي أو من أشعار العرب عموما، إنه السنة في اللغة هي السيرة والطريقة سواء كانت حسنة أو كانت شنو؟ قبيحة. وهذا الذي قاله رسول الله أفصح العرب في هذا الحديث، قال من سن في الإسلام سنة حسنة وسنة شنو؟ سيئة. فالسنة في الحتتين لغوية، لكن في الجزئية الأولى كانت محمودة شرعا لأن الرسول أضاف لها كلمة وهي كلمة شنو؟ حسنة، فعلم أنها من الدين بكلمة شنو؟ حسنة. وعلمنا أيضا أن كلمة السنة هنا لغة، ليه؟ لأن الرسول أضاف لها حسنة في الأول، أضاف لها حسنة، لأنه لو كانت سنة شرعا فسنة الشريعة كلها حسنة، فالرسول هنا أضاف لها حسنة ليه؟ عشان تعرف إنه دي شنو؟ دي لغة، عشان تحل الشبهة الثانية سنة شنو؟ سيئة، لأنه برضو لغة، لأنه ابن منظور قال لك أصلا هي الطريقة والسيرة حسنة كانت ولا قبيحة، فلذلك قالها أفصح العرب حسنة وشنو يا جماعة؟ قبيحة. ده الموضوع، مش الموضوع إنه معناته زي ما قلت ما في بدعة حسنة واستدليت بسنة حسنة، طيب الرسول قال سنة سيئة معناته اتهمت الرسول. سنة يعني طريقة بغض النظر إنها صح ولا غلط من كلام الرسول، والرسول قصد هنا المعنى اللغوي بدليل إنه أضاف له معنى شرعي عشان يوريك إنه ده شنو يا جماعة؟ حسنة بعد ده بقى شرعي، وهناك سيئة ده رجع على المعنى شنو يا جماعة؟ الأصل شنو؟ اللغوي. بدليل ثاني من الشريعة، ما ممكن تكون سنة قال الرسول شرعا وتكون سيئة والرسول يقول سنتي سيئة، لابد تقول سنة سيئة دي معنى شنو يا جماعة؟ لغوي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ده الموضوع بس. فالهواري ما اتهم الرسول ورده، لكن الجزئية اللي جاب الشبهة بتاع السنة سيئة دي ما رد عليه على الهواري، واستدل بعد ذاك انه كلمة السنة ذاتها بتأتي في القرآن أحيانا بسنة سيئة. قال ابن منظور وفي التنزيل العزيز وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. بعد ذاك قال وقوله تعالى عن المشركين لما عاينوا العذاب طلب المشركون قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
فأمطر علينا حجارة من السماء. وذكر بعد ذلك شنو؟ آيات يعضد بها ما ذهب إليه أن السنة هي السيرة والطريقة الحسنة والقبيحة والسيئة، الاثنين مع بعض. طيب بعد ذلك الإزيري تقريبا ده قال إحياء الموتى، والجماعة المعاوزاتهم قال إحياء الموتى دي موجودة حتى عند ابن تيمية في كتاب النبوات وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الصلاة فضل لها كم؟ إذا أذن نقيف عشان الناس تتوضأ ونواصل بعد ذاك، فضل لي بسيط عشان شيخ شهاب يتقدم. طيب فقلت ثبت التهمة كده على على منو؟ أي على الصحابة، هي ثبتها على بن باز مش كده؟ اللي هو مكفر الصحابة. طيب يلا هنا قال الزهري وجماعته قالوا إحياء الموتى موجودة عند ابن تيمية في كتاب النبوات والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب ده كتاب النبوات اللي هم قاصدينه، والكلام ده موجود فعلا في صفحة 196، لكن هم بيفهموا للناس فهم غلط. صفحة كم؟ 196 هو ده الكتاب. امسك امسك. طيب 196 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وكالناقة التي لصالح عليه السلام فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيرها، وهو خروج ناقة من الأرض، بخلاف إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين. دي الشبهة الأمة شنو يا جماعة؟ متمسكين بها. طيب ابن تيمية قال إنه إحياء الموتى دي اشترك فيها الأنبياء وكثير من شنو؟ من الصالحين. طيب هل قصد ابن تيمية إنه الأنبياء أو الصالحين هم اللي بيحيوا الموتى زي قصد الصوفية وزي عقيدة الصوفية، ولا قصده إنه الأنبياء كان بيدعوا الله زي عيسى بن مريم وحيي الموتى بإذن الله يدعو الله وربنا يحيي له، ولا هو البحي؟ والصالحين برضو ذكروا ابن تيمية هنا مجملين في النبوات وذكروا مفصلين في الفرغان بتاع ابن تيمية، الفرغان بين أولياء الرحمن ولا الشيطان. هل كان بيدعوا الله ولا هم البحي الموتى؟ يعني الله البدعي البحي ولا هم البحي؟ طيب نشوف أول حاجة كلام ابن تيمية عن الصالحين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 315 الصفحة إلى 317، ودي أكبر شبهة عند القوم متمسكين بها، فنكسرها بحول الله وقوته على أم رأس الإزارك ومن كان على شاكلته من الصوفية والمبتدعة. طيب قال ابن تيمية بيتكلم عن كرامات الصحابة، انتهى منهم. بعد ذاك يتكلم عن كرامات التابعين، بعد ذاك مشى لكرامات تابعي التابعين، والكلام ده في كرامات التابعين. قال وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، وصل ابن أشيم أو أشيم ما أنا ما ضابطه، المهم ده الاسم، مات فرسه وهو في الغزو، صلة ده من التابعين، فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحياه له. الأحياء له والفرس منه؟ هو والله الله. بس أمسكوا لي في الحتة دي لأنه حاجب لك الصوفية هل هم بيدعوا الله ولا الشيخ بيمشي لما يقول قم يقوم، عرفت؟ أوريك الفرق. طيب قال فلما وصل إلى بيتي قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس وجاع مرة بالأهواز فدعا الله واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجتي زمانا، يعني ده كله بدعاء الله عز وجل. طيب ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال أصحابه هلما نتوزع متاعك، فقال لهم أمهلوني هنيها، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين. قال ابن تيمية ودعا الله تعالى فأحياه له فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. الأحياء له منه؟ والرجل ده دعا منه؟ الله. حنشوف الصوفية زي ذا ولا الصوفي البيع الموتى ويدعي إنه هو مثل الله سبحانه وتعالى الصوفي، حنقربها شوية من كل الكتب. طيب قال الصفحة البعدية ذكر برضو قصة المرأة التي كانت في شنو؟ مات ولدها ودعت الله سبحانه وتعالى فأحيا لها ابنها، ذكروا هنا وذكروا في فتاوى ابن تيمية. كلام ابن تيمية بالصالحين إنهم دعوا منه يا جماعة الله أحيا لهم. طيب كلام ابن تيمية في الأنبياء ذاته
وده قال اللي بيشتركوا فيه انهم يدعوا الله. يشتركوا في شنو يا جماعه؟ قصد ابن تيميه هنا في النبوات انه الصالحين الانبياء والصالحين مالهم يدعوا الله، الله يحيي لهم، ممكن يحصل لانه عنده قصص صحت عند ابن تيميه. خلاص؟ طيب نشوف حتى الانبياء كان بيحيوهم ولا برضه بيدعوا الله زي ما قال ابن تيميه؟ ده تفسير البغوي. نشوف في الصفحه رقم، شيل المويه بس بعيد، في الصفحه رقم 207 من تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل، قال البغوي: قوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، عن عيسى بن مريم، قال ابن عباس: قد أحيا أربعة أنفس، عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام ابن نوح. فأما عازر فكان صديقا له، فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت، وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام، فأتاه أصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام، فقال لأختي: انطلقي بنا إلى قبري، ده عيسى بن مريم، فانطلقت معهم إلى قبري، فدعا، يعني عيسى بن مريم، فدعا الله تعالى فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره. طيب، وأما ابن العجوز فإنه مر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير نحمل، فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل على أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله. عيسى ماله؟ دعا الله. فضل كم؟ فضل اثنين. طيب، وأما ابنة العاشر فكان والدها رجل يأخذ العشور، ماتت له بنت بالأمس، فدعا الله عيسى، يعني دعا الله عز وجل باسمه الأعظم فأحياها الله تعالى وبقيت بعد ذلك زمنا وولد لها. وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا الله بسم الله الأعظم فخرج من قبره وكان قد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة. بعد ذلك عيسى برضو دعا له بسم الله الأعظم. الحاصل كله كان شنو يا جماعة؟ دعاء. ابن القيم ابن تيمية يقول الأنبياء والصالحين بيشتركوا بيحيى الموتى كيف؟ النبي بيدعو الله زي عيسى، والصالحين اتذكرهم هنا ابن تيمية نفسه، هذا كتابه برضه النبوة الفرقان، كلهم اتذكرهم مالو؟ دعوا الله، وذكرهم في الفتاوى برضه، مجموع الفتاوى لابن تيمية برضه دعوا منه؟ دعوا الله. يلا نشوف، نحن خلافنا مع الصوفية مش الله بيحيي الموتى الله ما بيحيي، خلافنا انه الصوفي الشيخ الدجال بيحيي الموتى ولا ما بيحيي، هو راو واحد فيهم ما دعا الله، اللي قريناهم ديل كلهم الحقراهم ليك، واحد فيهم ما دعا الله، زول يحيي الموتى بنفسه ما في، لكن الله يحيي الموتى. كلام ابن تيمية انه ممكن النبي زي عيسى يدعو الله يحيي له الموتى، ممكن الولي يدعو الله يحيي له لانه عنده قصص صحت عنده ابن تيمية بالدعاء. طيب نشوف بعد ده، واحد جيب كتاب النصر العلمية الصفحة 358 356 و58 لعبد المحمود نور الدايم، نشوف ده انت برك عليك الله خليك منصف، هل ده اللي بيدعو الله؟ طيب 300 كم؟ 56 ذكر الكلام ده كله، الشبهات دي ان ابن تيميه ذكر كده في 356 انه يجوز قال الاولياء يحيوا الموتى، قام جاب القصه طوالي حشره ما فيها دعا الله، الولي ذاته قال بيحيي الموتى ما الله في الصفحه 358. قال وذكر الامام الشعراني ده في كتابه طبقات الشعراني، الانكر منه الازيرك والانكر حامد بابقر، ده العلماء الصوفيه من رؤساء مشيخه الطريقه السمانيه بطابت. قال وذكر الامام الشعراني في ترجمه سيدي ابراهيم المدبولي، طبعا دي وهمه جديده اللي ما دي مدسوس وما مدسوس، يعني دينهم مدسوس، الصوفيه كلها مدسوسه، ما هو ده دينهم بس ده خلاص الشغله. طيب قدس الله سره انه كان يسال الفقراء القاطنين عن احوالهم ويباسطهم، فراى يوما شخصا منهم كثير العباده ناقص الدرجه، فقال له: لعل والدك غير راضي عنك، فقال: نعم. قال: أتعرف قبره؟ قال: نعم. قال: إذا بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي: لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ، فلما استوى قائما، خلاص، فلما استوى قائما قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا، فقال: أشهدكم أني قد رضيت عنه، فقال: ارجع مكانك، فرجع مكانه، وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. دعا الله؟ ده الكفر، ده الكفر، فهمت هنا؟ لأنه ربنا قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فكلام ابن تيمية انه الله تدعو الله، وكلام ده انه الشيخ بيحيي الموتى، ده في النصر العلمية طبقات وضيف الله صفحة 70 طبعة الدار السودانية للكتب، هذا مدسوس؟ افتحوا بلاغ في الدار السودانية للكتب، الخرطوم دي طبعتهم، أنا جبتها مخصوص،
صفحة 70 ده برضو مسوس، وحقق البروفيسور يوسف فضل الحسن رئيس قسم الترجمة والتعريب والنشر بجامعة الخرطوم. هذه كيف؟ قال الفصل الثاني في إحياء الموتى وإبراء ذوي العاهات، ده حسن واتحسونة، أحيا بنت الريس في الخشاب، وأمها اسمها أم قيمة، جاءت له فقال يا قالت يا سيدي بنتي ماتت، أبوها ماله مال حرام، كفنا لي، فمشى إليها شافه، كفنا لي، فمشى إليها شافه، قال لها بنتك طيبة ما ماتت، مشى للبيت، قال لها قومي، فتمالت روحها وقامت. دعا الله يا جماعة، ده الكفر، ده الكفر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنه ده إحياء الموتى ملك لله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ده الشرك، ده الكفر بتاع الصوفية. قال وأحيا عفيشة ولد بكر غرق في بحر الخشاب، فمكث في البحر 3 أيام وانقضى نحبه، يعني مات تب. فقالوا له صل على حوارك، قال أنا ماني حسن الأول، عندي سيدي حواري غرقان له 3 أيام ما أخبره. فلما رآه قال له قم، فقام وتمالت روحه وتزوج بعدها ولد ولدا سماه أبو بكر. دعا الله أزيدك. قال بعضهم وقد رأيت أبو بكر المولود بعد موت أبيه وحيائه وإحياء ولد المرقوبين رجالا مراقيب عنده، خرجوا معه للقنيص عندهم، فرد ولد لقوه مات، جاء شافه فقال لهم مات؟ يعني قالوا له نعم. قال قم، فقام وتمالت فيه الروح. ده واحد ثاني كمان. والشيخ قال حسن إن اتقنع الميت إن قال له قوم يقوم، فقال رجل شايل طيرتين ميتتين فأخذهما منه ووضعكم قميصه على رأسه فطارتا. دعا الله؟ ما دعا الله، ده الكفر. أزاهير الرياض وداء الإزيرك ثبته، قال والضيف الله ده ما فيه أخبرنا، يعني ده يقول ما فيه إسناد لكن خجل، لأنه أزاهير الرياض ده ما فيه إسناد، كله مين الما بعرف والملقط من وين وكده. طيب ثبت أزاهير الرياض، مش ده باطل؟ باطل، ده مش صحيح يا إزيرك. أي صفحة 150، الصفحة 150 يا ناس، اس 24 جيبونا، جيبوا لذلك وجيبوا كلهم، جيبوهم رسوم كده رص والخنجر وكلهم جيبونا نكشف الشغل، والله بإذن الله نجلدهم جلد بالكتاب والسنة من أمهم ولدتهم ما سمعوا بيهم. لكن ده اللي ينشر الشرك، حسين خواجة اللي فاتح لهم قناة أم درمان، والطاهرة التوم فاتح لهم اس 24 وفاتح لهم قناة النيل الأزرق، لينشروا الشرك ويضلوا العباد ويضيعوا البلاد زي ما هي ضايعة الآن. شنو أضيع البلاد غير الشرك وعبادة القباب والأضرحة ومشايخ الصوفية الداعين الناس إلى عبادة القبور وإلى الإشراك في عبادة الله؟ أدونا معاكم مناظرات للنازل، لا بندقهم بنية، لا بندقهم بسيف، لا بفرار، لا بغيره، ندقهم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أصحاب الغنوات إياكم والظلمة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما تجيب زول صوفي لسانه صليت نوعا ما في مغاديرك انت كصاحب قناة، ما في مغاديرنا نحن، وتجيب معه زول محسوب على أهل السنة ضعيف كما تفعل قناة الجزيرة كما قال الإمام الفوزان، قال يجيبوا زول من الشيعة أو من أهل البدع لسانه صليت، ويجيبوا زول يحسبوا لأهل السنة ضعيف، فبتاع السنة البدعة يتسلط على الزول المحسوب على السنة، فيصر للمستمع والعامي الراس فاضي، يصر له إنه انتصرت البدعة على السنة، وانتصرت الشيعة والرافضة على السنة، وانتصر الصوفية على التوحيد وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ده ظلم والله. جيبونا، جيبونا مع النازل وقعدوا فراجة، قعدوا تفرجوا. طيب طيب 150 يا غناة 24 صفحة 150، قال هذا الفصل وإن كان ملحقا بالذي قبله من تمين الكرامات، تبيين الكرامات، فقد أحببنا أن نفرده وحده ليعيه الفكر بدون تردد وإيهام. الفصل شنو؟ الثاني في إحيائه للأموات. أها أحياهم كيف؟ اعلم أن إحياء الأموات الأولياء للأموات مشهور، وهو من خصائص أهل وحدة الصفات. يعني ما من شنو يا جماعة؟ ما من خصائص ربنا، من خصائص منو؟ أهل وحدة الصفات. هل ده ابن تيمية قال كده؟ يا كذاب، يا إزيرق، يا دجال، يا محتال. طيب قال ولا يكون للولي إلا إذا فني عن صفته الحادثة كقدرته، ما بعرف ليك إلى شنو إلى شنو، في النهاية قال حتى يكون من أهل وحدة الذات. وده براءة وكفر يا جماعة، دي وحدة الوجود. ابن تيمية قال اللي بيقول كده أكفر من اليهود والنصارى. قال وقد ثبت أن الفاضل الصالح الحاج أحمد ود محمد الشريف الشهير بالبقاري
صنو الشيخ رضي الله عنه في الطريق وصهره أنه لما توفي وحمل إلى المقبرة، تأكيد للوفاة يعني، حمل إلى المقبرة، وقد جلس الشيخ عند رأسي ونحى الناس عن قربي، قعد جنبه وقال للناس زحوا، إلا رجلا واحدا اختفى قريبا منه ليسمع كلامه مع المذكور. طبعا دي استدرك الكاذب لأنه كذاب عشان ما يقول لي طيب سمعت كيف، قال إلا في واحد قاعد. طيب قال، فقال الشيخ رضي الله عنه قد بقي لي من العمر 30 سنة. ده الشيخ قال للزول الصين والصير بتاعه الميت ده، قال لي أنا فضل لي من عمري 30 سنة. هذا يعرفه كيف يا أخي؟ ربنا قال قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم وما تدري، في الحديث نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، إلى آخر الحديث. قال الشيخ قال للميت ده أنا بقى لي 30 سنة وأردت أن أهبك من عمري لترجع إلى الدنيا، دعا الله؟ ابن تيمية قال ده كفر، ده كفر. تب طيب، فإيكو إصلاحا للمسلمين، فقال لا أشاركك فيها. الميت كمان شنو يا جماعة؟ كمان دي مصيبة تانية، خلاص لا أشاركك فيها. ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال لأني أعلم يقينا أنك أنت الأصلح الأنفع، خليها عندك الـ30، أنا مت خلاص خليني قاعد. فألح عليه فلم يقبل، عليك الله دي ما رجعت 30 يقبل ديك، بيتكلم عن المطعم الميت ناحية يديها له ولا مش كده؟ طيب قال ثم أودعه وأدعه ودفنه، ومثل هذا كثير، ومن ذلك آخر كرامة أنه لما دخل مدينة سنار قدم عليه القضاة والعلماء وأركان الدولة وقالوا له نريد أن تحيي لنا ميتا من هذه القبور، أنت ما الله حي لنا. وكان البعض منهم قد أخذ عنه الطريق والبعض متوقفون، فقال لهم اختاروا أي قبر أردتم. أي قبر ده إنه اختاروا ما في مشكلة، ده ابن تيمية قالوا يا كذاب يا دجال. طيب وكان بمجلس الفقيه المصري ولد جنديل والشيخ يعقوب ولد علي الدويحي، وكانا قد أتياه للطريق، وكان ذلك يوما مشهودا، طبعا ده يحمسك. فخرج معهم حتى وقف على القبر الذي أرادوه فأحيا لهم من فيه، وكان رجلا وأسمعهم كلامه وخطابه فاعتقدوه بذلك الاعتقاد الزائد وصار لديهم أكمل ولي على وجه الأرض. ابن تيمية قال كده يا كذاب يا محتال يا زيرك جيبني معك عشان أنجمك، عرفت كلامي؟ طيب الإزهري قال يجلس الدكتور الهواري أنكر على الإزهري وعلى الصوفية، قال ليتوا بتقولوا إنكم أولياءكم بيجلسوا مع الله، ودي نقطة قوية. قام الإزهري رد، ودي ما رد على الهواري، رد على الكلام ده بكلام ما عنده أي علاقة بالكلام ده، قال له ودي حيجيب أشياء بفصيلة أنا بس حكورة، قال له الوحي لغير الأنبياء جائز، ربنا أوحى للحواريين وأوحى للنحل وأوحى لأم موسى، ده علاقته شنو مع يقعدوا مع الله؟ في الموضوع ده ما عنده علاقة، الهواري ما علق. طيب قال صلاة الفاتح مكذوبة وإذا صحت فهذه مزية لا أفضلية، لما الدكتور الهواري قال صلاة الفاتح بتقولوا ستة تعدل القرآن 6000 مرة، الإزارك قال له صلاة الفاتح دي مكذوبة وإذا صحت فهذه مزية لا أفضلية. أنا جبت لك الليلة كلام أحمد التجاني قال صلاة الفاتح ما كذب، قال دي لأنه جاءت من الغيب، قال وجاء من الغيب ده لا يمكن يكذب. جيب جواهر المعاني الجزء الأول الصفحة 139 140 137، أمسك ده من أعظم كتب التجانية، معليش يا جماعة أنا طولت وبالنسبة للإخوة. طيب في صفحة قال لهم دي جاية من الغيب دي ما ممكن تنكر، ايوه في الصفحه 139 من الجزء الاول من جواهر المعاني وبلوغ الاماني، قال وسالته رضي الله عنه عن صلاه الفاتح لما اغلق لانها خاليه عن السلام لامر اوجبه، فاجاب رضي الله عنه اللي هو احمد التجاني بقوله اما سؤالكم عن صلاه الفاتح لما اغلق الى اخر، فانها وردت من الغيب على هذه الكيفيه، وما ورد من الغيب كماله ثابت خارج عن القواعد المعلومة ليست من تأليف مؤلف، ورأى هذا أن كيفيات وردت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخالية إلى آخره. يا صوفية
الأعلم أحمد التجاني ولا الإزيرق، لأنه المسألة دي بتعصره، المسألة دي بتعصره. ده كلام أحمد التجاني قال، دي ما ممكن تنكر لأنه قال دي جات من الغيب. بعدين يا أخ 6000 مرة دي ثبت أحمد التجاني، أنت أنكرتها لإزيرق، مرحب مرحب. أيوة نشوف عندها فضائل تانية في النهاية زي الفضل ده الباطل الكفري ده، ده ما أنكرته. أحديت حلها كيف؟ في الصفحة رقم 137 و140 من نفس الكتاب. طيب في 737 قال فسألته، ده أحمد التجاني قال سألته صلى الله عليه وسلم عن حديث إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة تعدل ثواب 400 غزوة، كل غزوة تعدل 400 حجة، هل هذا صحيح؟ حديث صحيح يا رسول الله. أحمد التجاني بيسأل الرسول قال لا قوين أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم بل صحيح، الكلام ده قال صحيح، ده أحمد التجاني يقول كده. قال فسألته صلى الله عليه وسلم عن عدد هذه الغزوات، هل يقوم من صلاة الفاتح لما أغلق؟ هل يقوم من صلاة الفاتح لما أغلق؟ الصلوات الغزوات البدعة دي لصلوات إلى آخره. طيب صلاة الفاتح لما أغلق دي تقوم عدد هذه الغزوات 400 غزوة، أم يقوم 400 غزوة لكل صلاة من 600,000 صلاة، أو كل صلاة على انفراد 400 غزوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أن صلاة الفاتح لما أغلق ب600,000 صلاة، وكل صلاة من 600,000 صلاة ب400 غزوة، غزوات بدر وأحد وكلها خلاص ب400 غزوة. ثم قال بعده صلى الله عليه وسلم إن من صلى بها، أي الفاتح قال، لما أغلق إلى آخر واحدة مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من جن وإنس وملك 600,000 صلاة من أول العالم، آدم نوح إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد أبو بكر صلى الله عليه وسلم جميعا، أبو بكر الصديق عمر وكلهم. شفت الكلام ده كيف؟ من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر بها، أي كأنه صلى بكل صلاة 600,000 صلاة من جميع صلاة المصلين عموما، ملكا وجنا وإنسا وكل ذكر. ثاني في الصفحة 140، هذا تقدر تنكره برضه؟ معناته كتب التجانية باطلة، والطريقة التجانية جاءت من الكتب، ولا جابوها من وين؟ ما هو كتب دي كتبوها لهم توارثوا بها الطريقة، إذا الطريقة التجانية باطلة كلها. إذا مشيتوا معانا في المجال ده يا صوفي يا دجال. طيب 140 قال وهذه الصلاة الفاتح لما أغلق تليه في المرتبة والتوجه والثواب والفوز بمحبة الله لصاحبه وحسن المآب، فمن توجه إلى الله تعالى مصدقا بهذا الحال فضل صلاة الفاتح فاز برضا الله وثوابه في دنياه وأخراه بما لا تبلغه جميع الأعمال، استثنى قراءة القرآن، استثنى قراءة القرآن مش من أعظم الأعمال، قال لا تبلغها جميع شنو يا جماعة؟ الأعمال. أهي يا إزيرك تقدر تنكر الكلام ده؟ عشان كده شارد من مناظرتنا هرب، لكن بالليم فيك إن شاء الله كما لمينا في حامد، أصبر. طيب والطريف إنه حامد في حلفة جديدة قاعد الآن، قال داير مناظرة وعمل جوطة دق مكرومة من نص الحلة عديل في نص الشارع، قلت لأخواننا قول لهم موافقين نجيك، قالوا لهم موافقين امبارح وصوروا الكلام ده بالفيديو، قال أنا ما قلت داير مناظرة، قال لكم منو ها؟ وبعد ده ماشي الليو، أصبر بس. طيب إن شاء الله والله ما نخليكم يا صوفية والذي لا إله غيره. طيب قال فمن توجه قال لا تبلغه جميع الأعمال، الدليل شنو؟ قال يشهد بهذا الفيض الإلهي الذي لا تبلغه الآمال، وذكر بعد ذاك فضائل الناس اللي بيصلوا صلاة الفاتح، خلي صلاة الفاتح والتجانية ذاتهم، قال يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، في الصفحة رقم 141 142 وانت ماشي من الجزء الأول. النقطة الأخيرة، طيب أنا أقف لحد هنا، جزاكم الله خير ومعذرة للطالب بالنسبة للمشايخ الشيخ شهاب والشيخ أبو بكر، تفضل الشيخ شهاب وما ذكر يعني مني أنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله يتقبله منكم ومن الإخوة من بعد المشايخ، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.